نهار 8 جويلية 8 وربع متاع الصباح تفاجئنا، جانا الدعم كبير، جانا العدل المنفذ وجاب دعم كبير من الأمن حتى حشاك بالكليب فيه، ودخلوا علينا. صدقني كي نقولك ما هم جايين باش ينفذوا، جايين باش ينتقموا، من ينتقموا من العباد. واحنا ما الأكثرية رجال كلهم خرجوا يتخدموا، اللي لقاهم الكل نساء ونساء كبار وبنات وولادات صغار. دخلوا علينا، انا واحدة من الناس، انا مريضة راقدة في الفرج، دخلت بوليسة سمراء وواحد في دو شنو يسميوها هيك مطرع وبدات تصيح وتعيط اخرج اخرج. قلت لها انا مريضة استنى نهز دوايا، قالت لي اخرج. ضرب لي هو بيدي لهنا، ضربني بالعصا على يدي وهي غزرت حاجك. سبت لي والدي، بابا متوفي، سبت لي والدي وقالت لي اخرج. خرجوني حاسيلو في شوميز دونوي ما نكثر لك شيء. الجارة من الفوق رمات لي جيب وعطاتني شليكة، مشيت بهم ولمونا الكل وهزونا حزونا في منطقة أمن باردو. أنا اللبسة هذيك خرجت بهم، بعد جات محامية خرجتني وهزتني المجلس التأسيسي بك شوميز دونوي وحكيت معناتها الشيء اللي صار فينا نهارتها. صدقني شيء شبه الكذب، ضربونا يسبوا فينا يصيحوا علينا، جايين معناتها قلوبهم مغلغل علينا وجايين ينتقموا، ما همش جايين باش ينفذوا. بعد ما لمونا حاسيلو الكل وخرجوا ونحونا حتى اللي فولارات نتاعنا نحونا فيهم ويقولونا معناتها في كلام زايد. عندي بنت اختي معناتها جاتها مسكينه جاها انهيار ومرضت، صار فيها منطقه امن باردو طلبوا لها الاسعاف، جابوا لها الاسعاف. كي حزونا غاديك والعدل المنفذ لهنا هو البوليسيه عبوا لنا دبشنا الكل في الكاميونات. من بعد قربت ساعتين كلمنا بالتليفون، قال يا تجيو تهزوا دبشكم ولا كل ليله تخلصوا عليه 200 دينار في الفوريه. قلنا له لا طونا جيب لنا دبشنا لهنا. الحق ربي يرحم الوالدين الجيران، فرقنا دبشنا الكل مفرق عند جيران. ومن نهار 8 جويلية واحنا نباتوا في الشارع، نشقوا في فطارنا في الشارع، قاعدين في الشارع، منهم امي هي امراه كبيره 83 سنه، البوليسيه ما حبتش تخرج من الدار خاطرها مريضه وتعبه وتشرب في الدواء، كركروها زوز بوليسيه وخرجوها البر. شنو هي المشكله اللي صايره في دافان؟ على خاطر تو العباد كي مش يشوفوا اللي دافان اللي هي المصبغه القديمه وقع تهديمها. شنو هي المشكله اللي قعدت في العقارات اللي هم المساكن المجاوره لدافان؟ هو التيتر، هو جورج لوي دافان صاحب التيتر هذي الكل، باني فيه المعمل وباني بجنب المعمل 5 مساكن. المساكن هذوكم احنا كنا نشغل متسوغين يعني من عند جورج لوي دافان، كانوا والدينا يخدموا في المعمل وكارين احنا من عنده. البريود تاعو مدة شهر، جاو الناس هما قالوا بعني معناتها هذايا سي جمال الدين تلمساني، قال العقار هذايا باعو الواحد اسمه الخفي، جاب جماعة كمعمل كان لباس عليه، نحاو القرموط نحاو الحديد خرب، معني هما اللي وصلوا للحالة هذيك مدة تاو شهر ونص وخربوه ومشاو بحلم السولات لهنا. وبالنسبة للسكان احنا عندنا قضايا، صارت قضية عام 2008 شكاو بعائلة بركة، جاء العدل المنفذ نفذ على العائلات الكل خرجهم. وقت صار الحكم 2008 الاستاذ عمر كيلاني مقدمين مشينا له احنا تبنى القضيه، قال انتم تتمتعوا بحق البقاء وعندكم الاولويه في الشراء خاطر موجودين من عام 42. اما قال المشكله بالنسبه للقضاء ماهوش في حل القضاء، خاطر القضاء فيه فما برشا ذيوبه دايرين بالقضيه وفما ولد وزير ويستحيل القضاء يعني باش ينصفكم، يجب تتدخل سديد وزاره املاك الدوله خاطر الملكه ملكه اجانب والاجانب هذوما ما عادش موجودين، دونك يلزم الدوله تورثهم والدوله التيتر هذه ترجع ملكيته للدوله. به توا شنو صاير معناتها قانونيا؟ شنو هي الحلول اللي لقيتوها؟ شنو غنوين تعملوا؟ فما قضايا جاريه، فما عائلات مش ملهمش الحكم وقاعد تنفيذ عليهم، عاملين اعتراضات وفما الجلسات تاخرت، زوز قضايا تاخروا 25 سبتمبر. بالنسبه للاستعجالي عملنا خاطر الاعتراض مربوط بالقضيه الاستعجاليه، كي عملنا قضيه استعجاليه ترفضت على خاطر مثلا احنا عائلتنا مش ملهاش الحكم، يزبك تجيب وثيقه يعطيك العدل المنفذ اللي انت طرف في الحكم باش ينفذ عليك. العدل المنفذ ما حبش يعطيها الوثيقه هذه، المركز كي مشينا له اعطيناه الشهاده النشر قلنا له يلزمكم تعطيونا وثائق اللي احنا مشمولين في الحكم، دونك خاطر احنا مش مذكورين في الحكم، اعطيونا وثائق اللي انتم باش تنفذوا علينا. لا المركز عطانا ولا العدل المنفذ عطانا، وحتى كي هزينا الشهاده النشر ما حبوش يقبلوها.
المعتمد بتاع باردو اتصلنا بيه ومشينا له قبل التنفيذ، حكينا له على المعمل كيفاش قاعدين يكسروا فيه ويخربوا فيه، واحنا بيدا كسكان منطقة باردو كامل ما يساعدناش، خاطر باش يولي وكر يلوحوا فيه حاجات فلوسخ وفي برشا حاجات مش باهيه. قال لنا المعمل ما يهمكمش فيه، ما عندكمش دخل، كي يجيو يمسوكم في الديار انا بيدي باش نتدخل، ما يكلمكم حتى حد الا ما يوفى النزاع في المحكمة. توا هاو مسوكم في الديار وخرجوكم في شهر رمضان، شنو ما حضرش المعتمد نهارتها ماهوش موجود جمله، وقت اللي احنا قاعدين تو نتصلوا ببرشا جهات يقولوا لنا التنفيذ بالطريقه هذه على خمسه من الناس وحاله اجتماعيه، من المفروض يبدا المعتمد حاضر، الوالي حاضر، ما نعرفش احنا ما حضر حتى حد نهارتها. إيه فمش شكون وقف معاكم ولا لقيتوا انه متجاوب مع المشكله نتاعك؟ لا ما من البلد ما جينا حتى قلت لك المعتمد نهارتها مش موجود، عملوا اتصالات بالوالي، الوالي زاد كيف كيف مش موجود، الجهات كلها ما فما حتى واحد، حتى اللي يكلموه يقول راهو مش موجود، فما مكتب النهضه نتاع باردو واقف معانا بالكدا حتى نهار التنفيذ. جاونا زوز ووقفوا معانا لهنا، يا اخي البوليسيه فكوا لهم لاباري هذيك اللي صوروا بها، وفما واحد اعتداوا عليه بالضرب وهزوه وقفوه في المركز معانا، قعد موقف في المركز معانا، يعني هذا الوحيد اللي وقف معانا مكتب النهضه نتاع باردو واللي هو رئيس النيابه الخصوصيه نتاع باردو. اي اي به قابلته انت اي البارح كان سي جلال بدر. اي به اي سي جلال بدر سي جلال شعبان، فما محاميه متبنيه القضيه هذه، دونك نحبوا نعرفوا شنو هما الاجراءات القانونيه، عملتوا شي حاجه طمنتكمش المحامي؟ احنا عندنا مجموعه من المحامين قاعدين توا يعملوا في الاجراءات اللازمه. في المقال اللي هبط في جريده المساء نشوفوا اللي فما اتهامات واضحه معناتها متجهه لبدين تلمساني، بالنسبه لكم انتم شنو علاقه بدين تلمساني بالقضيه نتاعكم؟ بالنسبه لي نحنا خاطر 2008 جينا بدين تلمساني قال اش تعملوا لهنا، قلنا له احنا موجودين نسكنوا هنا من عام 42، شكون عطاكم؟ عطانا جورج لوي دابا، جبدنا له الوثائق وقعدنا نحكيو معاه، قال كلم اخته بالتليفون قالها فما سكان هنا، قالت له برمشي يجيب لهم البوليسي وخرجهم، قال كيفين خرجهم ناس ساكنين من عام 42 وعندهم الوثائق وامورهم واضحه، سكر تليفونه وقال سامحوني ومشي على روحه. واليوم هو اللي عنده معناتها هذا في 2008، اليوم شكون اللي عنده علاقه بالقضيه؟ القضيه تو القضيه قاعده كيقوموا بقضيه باسم شركه مصباغ الدافان، هذه شركه مصباغ الدافان احنا نعرفوها تاع جورج لوي دافان، علاقتنا بها مع جورج لوي دافان، كي خرج هو من معناتها معركه بنزرت 61 62 جورج لوي دافان هو عائلته غادر التراب التونسي، لحد الان لا جينا هو لا ما جينا حتى واحد يعني. وشكون اللي خذا الملكيه بعد ما غادر؟ لا لا قعدت لحد الان، ما هو سي ديجا تيتر مدهولك نجبدوا فيه، مازال تيتر هذايا على ملك جورج دافان واخواته، مازال لحد الان ملك اجانب، حتى صارت فيه عمليه بيع قدموا الملف 21 مي رفضتها إدارة الملكية العقارية خاطر شريكة وراقها مش واضحين. أنا خارج وهو عرضني قال لي يخرج، قلت له علاش نخرج يا أخي داري نخرج منه، قال لي قلت لك اخرج قيل لك، قلت له ما نخرجش، قال لهم يجي ويجي وما حبيش تخرج يجي طلعوها يجي طلعوها، جوني زوز بوليسية يجاروا شدني واحد من هنا وواحد من هنا والاخر يضرب علي يضربني بين كتافي، طلعوني داخل حط لي الكاميون لا نكسر لك لحد شيء، هذا هم الكلمتين باش نقولهم نقعدوا لهنا ما نمشيوش خاطر يدوروا. هما دخلوا الداخل واحد وكل شيء، كي ريتهم انا دخلت نجري خاطر بنتي ولدي راقدين، حبيت باش نقاومهم ما خلونيش، على خرجت بنتي خطفوها هي الاولاني تناولها يديها التالي وراسها اللوطه ويشفر فيها ويضرب فيها من التالي، نسيح ونعيط ما حبوش يسمعوني، هكاك تلفتنا قام كسروا الشباك ويجبدوا فيه ولدي من يديه وساقيه ويضربوا فيه بالمطرك على ظهر، كي بديت انا نسيح ونعيط جاتني بوليسه ضربتني بكف قالت لي سكر فمك ما عادش تحل فمك ما تكلمش، قلت لها ولدي سيبوا لي ولدي وهاني خارجه ما نحب حتى شيء، ما حبش تسمعني، جيت ندافع على ولدي باش نحاول نشدو نقول خايفه، قلت يجهزوه يعملوا له حاجه واحد وكل ما نضرب كان بالعصا ضربني ولاخر ضربني بك شوك الكتريك في جنبي فشلت، طحت في القاعه كركوني هزوني طلعوني وليدي في القاعه. قبل رمضان بنهار نهار 8 وبالاثنين والوقت 8:15 نسمع في جارتي تصيح وتعيط، هاو مجاو هاو مجاو، حليت الباب وخرجت نلقى الدنيا كحلة والبوليسية ينقزوا من السور، نقزوا من السور الدنيا ذي الكحلة، خطفوني أنا بديت نصيح ونعيط وعندي بنات بنتي عندي لداخل
خطفوني وخرجوا بيا من غاديكا حتى للكهرباء وهم يكركروا فيا، وانا مريضه من ناحيه كلوتي، وضربوني بالعصا على جنبي وعلى فخذي وعلى شعري من تالي، ومعاهم واحده سمراء تسب فيا وتقول حشيك في الكلام البذيء، وشدتني هكا من الفولار، خنقتني وتعمل لي يلي حاسبة روحك مدينة يلي كذا يلي كذا، طلعوني في الكهرباء. وقت طلعت في الكهرباء وش ثم واحد شدني من يدي، خاطر انا طلعوا بنت جارتي لولا وبعد طلعوني انا، راه في البوليسيه من غاديك جايين وجايبين فرقه 17 وجايبين فرقه الكلاب، البوليسيه جايبينك الرشكلو، ثم جماعه في يدهم الرشكلو والاخرين في يدهم العصي كيما الدبوس ويضربوا. واختي لوطة في القاعة في حالة مريضة بحذايا عايشة معايا، مريضة وعريانة، وأنا بيدي يعريوني يعريهم ربي إن شاء الله، وكشفوا لي حالي يكشف حالهم وكشفوا حال أختي كيف كيف، وحسبي الله ونعم الوكيل فيهم. نحب نزيد فما معطى هام، شفنا اللي فما سبب المقلعة والتواليتات مقلعة، شنية الحكاية بالضبط نتاع هذاك؟ احنا وقت اللي هزونا في المنطقة سيبونا يمكن جي قربت ماضي ساعتين، وقت اللي جينا هوني ثم احنا خاطر جيراننا هوني جاو الكل وفاميلتنا وحبابنا كل جاو، خلطوا على العاد المنفذ موجود، وتراكس يطيح في الحيط، تراكس طيح الحيط وجايب جماعه معاه في كاتسونكات قديمه، جايبهم دخلهم لداخل، قال لهم برمشوا يدخلوا، دخلوا لداخل توما دخلوا، قصوا السبابل، قلعوا السبابل، قلعوا حشا وليدي لحشك القصريات، وقطعوا الخيوط متاع الضو، اي والعاد المنفذ موجود. وفي هذا الكل فما اذن بالهدم ولا ما؟ لا ما ثماش اذن بالهدم، ثماش قرار بالهدم بالكل. حط احنا كيف كيف معنا رب يا بيت معنا رب.